بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. هنتكلم على الـ Chronic Complication of Diabetes أو المضاعفات لمرض السكر، ومعهم الـ Diabetic Food بالأخص. طبعاً الـ Diabetes مشكلة معروفة، بدايتها نهايتها اتكلمنا عليها في المحاضرات اللي قبل كده، لكن المشكله كلها في الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل منها او الاضرار اللي بتحصل منها والمضاعفات اللي بتؤدي في الاخر لمريض هانديكيب ما يقدرش يعتمد على نفسه، بالعكس بدل ما يبقى هو في فتره من فترات حياته بيصرف على اسرته بيتصرف عليه او بيبقى محتاج حد يعينه على الحياه. فطبعا دي بتبقى مشكله. مرض السكر كسبب لاسباب الموت على حسب الانترناشونال دايبيتس فيدريشن الكلينيكي، من المقارنه ببعض الامراض الاخرى، يعني مثلا في 2013 قالوا ان 1.5 مليون مريض من مرض التي بي ممكن بيموت، 6 من 10 مليون من الملاريا، 1.5 مليون من مرض نقص المناعه او المعروف بالاتش اي في او الايدز، لكن بالنسبه للسكر 5 مليون. يعني في سنة 2015 الـ IDF سجلت 5 مليون مريض من مرض اللي هم diabetic patients ممكن بيحصل لهم ديس نتيجة diabetes. طبعا الرقم ده رقم يرعب ويخوف، حتى لو قارناه باللي احنا خايفين منه حاليا اللي هي الكوفيد 19، diabetes is still more dangerous. دوت طبعا علشان الكلام دوت ان prevalence بتاع diabetes ارقامه عاليه، يعني 2019 كانوا مسجلين على مستوى العالم 463 مليون، اللي هيوصل ل 700 مليون في 2045 ان شاء الله. على مستوى افريقيا 19 مليون موجود بيشنتس عندهم دايبيتس او عندهم مرض السكر، اللي هيوصل ممكن ل 47 مليون في 2045، ارقام برضو تخوف. بالنسبه عندنا في مصر عملنا اللي هي ال 100 مليون ويلنس ايجيبشن بروجكت دوت، 100 مليون صحه تحت طبعا اشراف سياده الرئيس السيسي، فكشفت لنا ارقام تخوف وترعب اكتر. ايه هي؟ بالمناسبه العدد اللي اتعمل طبعا كان معمول على السن من 18 سنه ل 5 سوري اكتر من 18 سنه. ثواني بس احاول اشغل البوينتر عشان اكون معاكم اسرع من كده. تمام، هنا قلنا الايدج بتاع الجروب اللي اشتغل عليه ال 100 مليون صحه فوق ال 18 سنه. تمام، العدد بالاحصاء 55 مليون مصري سنهم فوق ال 18 سنه، فاللي دخل في او اللي استجاب وراح فعلا حل كانوا 50 مليون. ال 50 مليون دول لقينا فيهم 7% عندهم هيباتيتس سي انتي بودي، هايبرتنشن او ضغط كانوا 22.2%. بالنسبه للسكر بقى الارقام الاتيه، لما لقوا الناس اللي هم ان كنترول دايبيتس يعني دايبيتك ناس عندهم سكر وان كنترول 1.5%، الناس اللي هم كنترول زيهم 1.5%، اللي لسه عرفوا جديد وده رقم برضو كبير يعتبر نفس الرقمين اللي هم الان كنترولد والكنترولد، يعني لو قلنا ده 3% يبقى 3.5% او اكتر، اهو يعتبر لسه عارف نفسه ان هو سكر، مريض سكر نيولي دايجنوز دايابيتس. الناس بقى اللي هم بري دايابيتس اللي هم السكر بتاعهم كان او الراندوم بلاد شوجر تحت ال 200 كان 93. يا ربي ايه الارقام دي؟ ارقام طبعا يعني احنا رايحين على فين مع الدايابيتس؟ الله اعلم. الكرونيك كومبليكيشن ده اسبابه ايه او بيشتغل على ايه؟ بسبب مايكرو فاسكولار او ماكرو فاسكولار. مايكرو فاسكولار من الاسم اللي هي الشعيرات الدقيقه جدا اللي هي بتمسك بقى احس اماكن في الجسم زي الريتنا مثلا اللي هي الشبكيه، تعمل الاعتلال في الشبكيه، النفروباتي اللي هو تمسك الكلى نفسها، والكلى مصفه الجسم كله فيها ما يسمى بالجلومرولات، يمسك البلاد فيزلز اللي فيها اللي هي دقيقه جدا وافكتد. النيوروباسي، النيوروباسي يبقى البلاد فيزلز اللي مسؤوله لتغذيه الاعصاب. ده بيرتب عليه الفود ديزيز، لان الفود ديزيز دي او دايابيتك فود ديزيز ليها اثنين باثولوجي او ليها سببين بيتداخلوا مع بعض، سواء كان بريفرال ارتيريال ديزيز اللي احنا هنتكلم عليها او النيوروباسي. طيب على مستوى الماكرو فاسكولار يعني اللي هي اللي احجامها كبيره شويه خلاص زي في الكوروني سيركيوليشن
اللي هي في القلب يعني، اللي بنسميها الشرايين التاجيه، اللي بتدي البرين سيربرال سيركوليشن. في البريفيرال سيركوليشن اللي هي مسؤوله على الاطراف، تمام؟ دوت المشكله اللي بتحصل في الوقت ده. طيب يعني الدايبيتك بيشنس برضو ايه الكومبليكيشنز اللي هي بتيجي معاه؟ يا اما دايبيتك اي ديزيز، وبالمناسبه ممكن يجي لي من عند دكتور الرمض، او دايبيتك اند اورال هيلث. ده اللي المفروض ان هو ان انا ابقى فاهم البيشنس بتاعي ان هو اسنان، لان هيجي لي من دكتور السنان. اي مشكله في الاسنان ممكن تكون سببها سكر، والاهمال في السكر هيعمل مشاكل في الاسنان، ابتروز تيس وانفكشن وكل حاجه، كل متوقع في التيس. برضو البريجننسي كان مهم، ودي كانت محاضره البروفيسور ايناس شرتوت الاسبوع اللي في يوم السبت اللي فات على طول، وكانت رائعه في الدايبيتس اند بريجننسي. الدايبيتس والكارديو فاسكولار على مستوى الشرايين التاجيه، على مستوى الكلى دايبيتك كيدني ديزيز، على مستوى الاعصاب، والكلام ده هناخده باستفاضه دلوقتي اللي هي الدايبيتك فود. هتكلم نبذه سريعه كده على الدايابيتك ريتينوباسي، يعني اللي انا هتكلم عليه دايابيتك ريتينوباسي والدايابيتك فود والكيدني. طبعا هي اعتقد ان كان في محاضره عنها، فهيبقى الكلام سريع عنها، هي تو سلايدز بس. الدايابيتك ريتينوباسي ايه هو؟ هو one of the most common cause of blindness، واحنا ما نحبش نشوف المنظر ده، ما نحبش يكون اي حد نعرفه تكون دي الاند ريزلت بتاعته ان هو بلايند، يعني غير مبصر او كفيف. الادلت اللي بيصابوا بيبقى ما بين سن 30 ل 65 سنه، يعني في السن الشغل والعمل والاكتيفيتي. معظم الكومبليكيشن بتاعت الدايبيتس للاسف الشديد هي بتبقى في السن ده، السن اللي المفروض انه الانسان بيصرف ويشتغل عشان يوفر معيشه طيبه، يبدا ان هو يحصل له كومبليكيشنز، يبقى هاند كيد او قعيد. البريفالنس بتزيد مع الديوريشن طبعا بتاعت الدايابيتس. تقريبا ثيرد بيشنس ويز دايابيتس ممكن يخشوا في الدايابيتيك ريتينوباسي باي ديجري منها، باي درجه منها. اولموست اول انديفيديوال ويز تايب 1 دايابيتس، معظم بتوع تايب 1 دايابيتس بيبقى ممكن يحصل لهم نوع برضه من انواع الريتينوباسي، اي تايب منها او اي ديجري منها. تايب 2 دايما ليت بعد 20 سنه. الريسك فاكتورز بتاعت الدايبيتك ريتينوباسي او الاعتلاء للشبكه، الشبكه بتاع العين في مريض السكر، او اي امراض بتاع الكومبليكيشن، اي مشاكل من المخاطر اللي بتحصل لمريض السكر بيبقى نتيجه واحده اللي هي اللونج ديوريشن اللي بنسميها الريسك فاكتور او عامل الخطوره. البور جلايسيميك كنترول بمعنى انه مش منظم سكره، عنده ضغط، ارتفاع في ضغط الدم، مشاكل في الدهون في الدم. طبعا البريجننت او البريجننت مع الريتينوباسي مشكله كبيره جدا، وبرده بروفيسور ايناس شرتوت قالت لنا الاسبوع دوت مع البريجننسي ودايبيتس، تايب 1 دايبيتس ماست بي تيستد فور ريتينوباسي قبل ما حتى ما تفكر انها تبقى بريجننت، لان لو عندها ريتينوباسي في الغالب بنقول لها تكمل الحمل، يا اما تبقى ممكن تبقى بلايند، فدي مشكله. نفس الكلام الاوبيزيتي كريسك فاكتور والسموكينج، يبقى ده ريسك فاكتور لكل الكومبليكيشن بتاعه الدايابيتس او للمخاطر والمشاكل اللي بتحصل للسكر. من ضمنها برضو اللي خاص بالعين حاجه اسمها دايابيتك ماكولار ايديما، ودوت بيبقى كبوتنشال كومبليكيشن للريتينوباسي، يعني يحصل ريتينوباسي الاول اعتلال في الشبكيه وبعد كده يحصل الدايابيتك ماكولار ايديما. ايه الكلام دوت يعني الملخص بتاعه ايه؟ ان ممكن الاكيوتي، ان انا لما اقيس التست اشوف الفيجوال اكيوتي بالتست ده سهل جدا ان انا اكتشفه، لان اي تغير في درجه النظر بتاعه المريض بتاعي لازم على طول ابقى بدري احوله لدكتور الرمد. ثانيا لازم موضوع فحص الفندس اكزامينيشن، مجرد ما البيشنس عندي بيتم الدياجنوزس بتاعه ان انا اشخصه ان هو عنده سكر لغايه فولو اب على طول كل سنه، لو هو اول فندس اكزامينيشن بتاعه نورمال، وعلى حسب حالته لما بيعمل ويبقى الريبورت بتاعه ويبقى الفولو اب بتاعه مع دكتور الرمد. طبعا الفيجوال اكيوتي مهمه، والريتينال اكزامينيشن برضو مهمه عن طريق الفاندس اكزامينيشن، لانه بيبين المشاكل اللي ممكن تحصل في الريتينا، ودي من المشاكل اللي بتؤدي يعني
فقدان في البصر. المشاكل يا اما تبقى اسمها انان بروليتيف او بروليتيف، ديت ايه بتؤدي الى ما يسمى باعتلال في الشبكيه نتيجه تغير في السيركوليشن اللي فيها، في البلود فيزلز، في السمول بلود فيزلز المفروض انها بتدي الريتنا نفسها او الشبكيه. ممكن يحصل زي اكسوديت مثلا، يعني ترشيح، ترشيح بالمنظر ده بنلاقي فيه ترشيح في الشبكيه، او ان المايكرو فاسكولار دي حصلها بروفريشن، والبروفريشن بتاعتها يعني بتتكاثر وتبقى كتير بس ان هيلثي، غير صحيه. الاندوثيليوم بتاعها او الخلايا بتاعه هذه البلود فيزلز ليست سليمه، فبتبدا ممكن يحصل لها رابتشر، ممكن هيموريدج. المشاكل دي يجي مريض طبعا هتأثر على الرؤية، يجي يشتكي من رؤية غامقة، في غامقة كده مش شايف كويس، أو ضبابية في الرؤية، فقدان في الرؤية المركزية لو الماكيولا نفسها بدأت أفكتد، لأن الماكيولا دي مسؤولة عن الرؤية الدقيقة، فيبدأ يشوف زغللة، الكلام الحاجات البسيطة ما يعرفش يشوفها كويس، بقع باهتة، دم، ممكن يشوف احيانا بقع داكنه صغيره كده، او حاجه زي يقول لك خيوط العنكبوت قدامه في مجال الرؤيه، أبطو فقدان البصر، يعني ممكن يفقد البصر خالص. برضو المشاكل اللي ممكن تحصل في الاي سكندري لدايابيتس ممكن الميه البيضاء، بس مشكله الميه البيضاء ده ممكن كمان تحصل ايرلي يعني بريماتيور، الميه البيضاء كده كده بتحصل بس ليت يعني فوق ال 65 ال 70 سنه، لكن لما تبقى ميه بيضاء في سن صغير ده من المصاحب لمريض السكر. حاجه اسمها برضو الماكيولا ديجنريشن نتيجه وجود السكر، الريتينال فين اوكلوجن على مستوى شرايين الشبكيه يبدا تتقفل. برضو الاوبتيك نيوروباثي يعني العصب البصري نفسه يحصل فيه نوع من انواع الالتهابات، او الجلوكوما، الجلوكوما هي بنسميها الميه الزرقاء، كل ده ممكن يحصل ويحصل مع مريض السكر. لو عرفنا ان كل واحد من ثلاثة من المصابين بداء السكر ممكن يوصل لاعتلال الشبكية السكري، ده على حسب موجود في الاي دي اف كمان، يعني الموضوع يبقى ايه لازم يتحط في الاعتبار. في حديث قدسي هقوله لكم بس عشان نعرف بس المشكلة وحجمها ونفهم الدنيا دي ماشية ازاي. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. ده رواه البخاري. ما معنى حبيبتي؟ ليه؟ لأن لو إنسان اتصاب بأي مشاكل في عينيه فقد البصر بيها رب وصبر، ربنا سبحانه وتعالى بيدخله الجنة. طب ده جميل، بس دوت بيبقى مثلا زي اكسيدنت او حاجه الانسان ملوش دخل فيها ان هو تحصل له. لكن مع مريض الدايبيتس المشكله بتاعه الكومبليكيشن في الدايبيتس ثلاث ارباعها الا ما كانش مثلا 95% سبب منها هو المريض نفسه، ان هو ما بيسمعش الكلام، ما بياخدش علاجه، مش بيروح يتابع، مطنش، ما عملش المفروض اللي هو يتعامل منه من اللي احنا بنقول عليه اللايف ستايل موديفيكيشن والمتابعه، فبيبقى سبب، يبقى هو سبب ان حصل له فقدان البصر. طبعا حاجه زي كده ممكن يبقى الجنه بقى هيخشها ولا لا، دي عند الله سبحانه وتعالى. دوت بي دي اف جميل حلو قوي قوي على الاي الانترناشونال دايبيتس فيدريشن عاملاه، انا قلت لكم يعني جايباه وتصوروا دليل المهنيين الصحيين بيفيد ازاي انت تقدر تتعامل مع مريض السكر وتفهم ايه ملابسات الموضوع ومشاكل العين وازاي احافظ عليها وازاي اتابع والكلام ده كله. طبعا الصوره دي جميله جدا، ان احنا لازم كلنا نتعاون مع مريض السكر لانه يستاهل. دايبيتك كيدني ديزيز بقى سريعا كده، هي طبعا برضو من احد الاسباب اللي بتؤدي للرينال فيلير وممكن للدس كمان بنسبه عاليه جدا في على مستوى العالم. الدايبيتك نيفروباثي لازم ان احنا او دايبيتك كيدني ديزيز لازم نعمل له سكريننج او فحص دوري على المايكرو البومينوريا اللي احنا كنا قلناها، اللي هي الجزيئات الصغيره للالبومين، يعني قبل ما يخش فيه زلال كامل للبول اللي احنا بنقول يعني الزلال الضئيل جدا اسمه مايكرو البومينوريا والماكرو البومينوريا كمان. تمام. طيب الكلام بقى الكبير الطويل اللي احنا هنخش فيه يا رب يعني يكون ايه سهل وبسيط كده ان شاء الله. الدايابيتك بريفرال نيوروباثي، الصوره دي بتتكلم، الصوره دي بتتكلم ايه اللي بتتكلم فيه؟ بتتكلم ان الدايابيتك بيشنت ماشي بيرد
يعني الفود بتاعه مش لابس حاجه، وده من الحاجات الممنوعه خالص نهائيا. ان انا البيشنس بتاعي الدايبيتك بيشنس لازم رجليه يحافظ عليها زي بقيه جسمه كله، تمام؟ الازازه المكسوره ديت يعني هيدوس عليها ومش هيحس. تخيلوا بقى ان دايبيتك بريفر يروح، بس ممكن يحصل له ايه؟ فطبعا دايبيتك فود وان اوف ذا موست كومن كوستلي، هي من الحاجات المكلفه جدا. احنا قلنا مشاكل الدايبيتس كده كده كوستلي على مستوى العالم كله، بتكلف ملايين الدولارات اذا كانت في امريكا او في غيرها من الدول. الامبيوتيشن ممكن يحصل في دايبيتك بيشن 10 اضعاف ل 20 اضعاف اي سبب، جميع الاسباب كمان. يعني البيشنس اللي بيخش يعمل امبيوتيشن مثلا تروماتيك، الدايبيتك بيشن ده 20 ضعف لاي سبب تاني. فطبعا الاسباب دي تعتبر كبيره جدا ان الدايبيتس يكون سبب لفقد جزء من الجسم. كمان بيقول لك 30 ثانيه، كل 30 ثانيه ممكن بيشنس يعمل امبيوتيشن بسبب السكر. كل خمس المورتاليتي ريت بعد ما البيشنس دوت يحصل له امبيوتيشن هي 5 years يمكن اقل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان هو بعد ما يحصل امبيوتيشن ممكن متوقع اكسبكتد ان يموت بعد 5 سنين او اقل او اكتر، يعني في حوالي 5 سنين. فطبعا ده مشكله برضو. ديت بنشوف هنا يا جماعه اللور ليمب امبيوتيشن في دايابيتك كندا، ده في سيرفي كده معمول في كندا ظريفه جدا. قال لقوا ان البيشنتس اللي بيخشوا يعملوا امبيوتيشن في المستشفى نتيجة دايابيتس، يعني دايابيتك بيشنت بيخشوا المستشفى فلأسباب مختلفة، السيريبرو باسكر ستروك أو مشاكل في هي الصدمات المخية أقلهم، بعد كده مشاكل في الشرايين التاجية أو سواء كانت انفاركشن أو كيميك هارت ديزيز، مشاكل فشل في عضلة القلب أو الكورونيك كيدني ديزيز على مستوى الكلى، او حتى يوصل لمرحله اللي هي اللي احنا بنسميها الاند رينال ديزيز او الفشل الكلوي، برضو اكتر منهم اللور ليمب امبيوتيشن اللي بيخش العدد اكتر بكتير، وجدوا ان هو ممكن يكون 20% من الحالات. طيب انا ايه اللي مطلوب مني؟ احنا كتيم مع بعض، تيم اطباء، تيم تمريض، تيم البيشنت، لان احنا التيم مع بعض احنا كلنا، التيم الباقي اللي هو المالتي ديسيبلينري، يعني مثلا دكتور الرمد، دكتور، كلنا بنخدم مريض البيشنت ده، لازم كلنا نتعاون مع حاجات معينه. زي ايه؟ زي البيشنت دوت مسؤول عن ان احنا لما اجي اعمل اكزامينيشن مثلا ليه، سواء انا او ممكن بعض الحاجات انتوا تعملوها بنفسكم وبتبقى سهله. الجي بتاعت البيشنت يعني مشيته، مشيه البيشنت بدات تتغير، المشيه دي بتدل على التغير فيها ان البيشنت ده حصل مشكله في رجليه وبيتفاداها ان هو ما بيحملش على رجله او حته وجعاه ما بيتكيش عليها. فالمشيه دي مهمه، طريقه مشيه. الفوت مورفولوجي، يعني ايه مورفولوجي؟ الشكل بتاع القدم. مثلا في بدا يحصل حاجه اسمها الشارك أثروباسي، يعني مشاكل في تغير القدم على نتيجة مشاكل برضو اللي بتحصل في الفوت، وهنتكلم على شاركة أرثروباسي ده باستفاضة كمان شوية. في أي بروز في العظم في أي مكان اللي هي ده برضو بيبقى نتيجة الفوت مورفولوجي أو الديستراكشن اللي بيحصل، يعني بيحصل تغير في شكل الرجل، عظمة بتتحرك من مكانها بتيجي من مكانها مش عارف إيه، وده هنعرف برضو بيحصل ليه. لازم ابص على الصوابع بتاعه المريض بتاعتي، التو مورفولوجي، هل فيها برضو ديفورميتي، يعني حصل فيها تغير في الشكل زي الكلو 2 او الهامر 2 الكلام ده. الجلد بتاع المريض لازم ابص عليه كويس جدا، لازم ابص على الجلد اشوف في حمار، في التهابات، في بليسترز زي بعض الفقاعات ظهرت فيه، ابريجنس مثلا جروح بسيطه فيه، كيلس اللي هي بنسميها التكيسات او الكلو بالبلدي، فيها اتخبط ومش واخد باله، في هيموريدج، في ألسر، تقرحات، بنبص على الهير، في اي ابسنس اوف هير، ده بيدل على ان الدوره الدمويه الطرفيه فيها مشكله، يعني كان القدم فيها الهير اللي في القدم بدا يحصل وصف هير، تو نيل
لازم ابص على الاظافر كويس جدا عشان الاونكومايكوزس اللي هي التهابات الفطريه، لازم برضو اشوفها هل في اديمه، وسهل ان انا بديب البريشر كده. هو نفس المريض ممكن لو في اديمه بيقول لك علامه الشراب بيبان، حتى الشرابات اللي هو بيلبسها لها كرايتيريا معينه هنعرفها كله ان شاء الله جاي ربنا ييسر الحال. تمام كده. في تغير في الكلر، في اللون بتاع الجلد، بنشوف برضو الستاتس اوف ذا نيت دي قلناها. الفود هايجين مهم جدا، يعني وانا بعمل اكزامينيشن للفود كده هعرف هكشف البيشنس دوت نظيف بالمعنى المصري اللي احنا عارفينه ولا مش نظيف، يعني مهتم بنظافه رجليه كويسه، كريحه، كفنجل انفكشن او فطريات ما بين الاصابع، الكعب نفسه نيل، هل في تشققات ودراي دراينس في السكين كده ناشف وهامله ولا في ايه بالظبط؟ فطبعا ده كله اسمه الفود هايجين بيبان مع الاكزامينيشن بتاعنا. انما جاست ان انا احط ايدي على الاكزامينيشن السكن عشان اشوف التمبريتشر، الفرق الحراره بين القدم دي والقدم دي او بين القدم وبين بقيه جسمه مثلا، برضو مهم ان انا اعرف وسهل. يعني في نيرس سواء ميل او فيميل شاطرين بيعرفوا يشوفوا بلود بريشر ويجيبوا الراديال بالس، ونفس الكلام لازم اتعلم ازاي اجيب البيتا بالس دورسالس بيدس ارتري، البالس ده احسه ازاي في القدم، هي مسؤول على اي تغير في مشاكل الرجلين عن طريق الدوره الدمويه، طبعا التاثير او التاثر في الدوره الدمويه. تمام. في ايه تاني؟ حاجه اسمها بروتكتيف سنسيشن. يعني ايه بروتكتيف سنسيشن؟ الاحساس الواقي، هو الاحساس الواقي ده انا اللي بدور عليه، مجرد ما بيحصل لوست لي يتفقد، يعني يحصل فيه فقدان في البروتكتيف سنسيشن، ده اول دليل على البيشنت ده داخل في ناحيه الدايابيتك فود. فانا لو لحقته في المرحله دي ممكن بريفنت البروجريشن اللي يحصل تطور للموضوع ده، بالعلاج طبعا، بالمتابعه، بالفولو اب بتاع البيشنت دوت. لكن لو انا اهملته وجد جالي فيما بعد، البروتكتيف سنسيشن ده مهم جدا جدا، يعني هنشوف برضو البروتكتيف سنسيشن والكلاسيكيشن بتاعه. مهم ان احنا نبص على الفوت وير، الفوت وير اللي هي الشوز، ابص عليه في اي مشاكل، في مخرم نظيف من جوه متعري، لانه المفروض ان هو ما يلبسش غير شوز طبي. طيب الصوره ديت بتبين لي الدايابيتيك فود والمشاكل اللي بتحصل مع القدم السكري، سواء على مستوى السنسوري او الموتور او الاوتونوميك، يعني على مستوى الاعصاب اللي هي الحسيه، او الموتور اللي هي مسؤوله عن العضلات الحركيه، او الاوتونوميك اللي هي اللا اراديه. طيب لو هنا ادي الدايابيتيك فود، يبقى في اتنين عاملين مهمين جدا بيؤدوا للدايابيتيك فود، سواء على مستوى الاعصاب الطرفيه اللي بنسميها البريفرال نيوروباثي، تمام، والبريفرال فاسكولار ديزيز، على مستوى البريفرال فاسكولار ديزيز اللي هي بنسميها الدوره الدمويه الطرفيه برضه، اي افكشن على ده او ده بيبدا يخش البيشنت في دايابيتيك فود. المشاكل اللي هتحصل على الفاسكولار ديزيز، يعني الشرايين اللي هي مسؤوله على تغذيه الساقين او القدمين، يحصل انسداد فيه مثل الاسباب اللي احنا قلناها في الاول خالص، اللي هي الريسك فاكتور، عوامل الخطوره الكتيره. ده هنشوف المنظر ده فيها، هيبقى تعمل حاجه اسمها جانجرين، ديجيتال جانجرين، وبتبقى في الغالب دراي جانجرين لو هي فاسكولار، وممكن بيحصل سيباريشن وبتقع، ممكن الصابع نفسه يقع سيباريشن، وعلى حسب الليفل والانفكشن اللي ممكن تحصل معاه، وده من احد الاسباب اللي بتعمل امبيوتيشن. ايه تاني؟ امبيوتيشن يعني بتر، المريض يتعمل له بتر في القدم، وعلى حسب المكان الافكشن، يعني البتر هل هو بلوني ولا ابوفني، يعني على حسب برضو الانفكشن والاكستنشن. الموضوع عايز بس ان يبقى درجه وعي عشان نمنع الموضوع ده، بريفنت. البريفنشن احسن من التريتمنت، لان التريتمنت هتريتمنت في ايه في حاجه زي كده اللي بتاخد وقت وصعوبه والم ومشاكل كبيره. البريفرال نيوروباثي يا جماعه من ضمن المشاكل بتاعتها حاجه اسمها الشارك جوينت، يعني بيحصل تشوه في شكل العظم بتاع الرجلين القدم، يبقى بالمنظر ده، دي مش منظر القدم السليم خالص. تمام. تاني حاجه ان ممكن يحصل حاجه اسمها نيوروباتيك ألسر،
ويحصل كلوينج للتو، او يعني ايه كلمه كلون؟ كلو يعني زي المخلب، مخلب الطائر الجارح، زي المخالب بتاعه رجليه بتبقى ليها تانية معينه، فممكن بيحصل تغير في الشكل بتاع التو، البيك تو او الاصابع بتاعه القدمين. تمام. طيب فعلى مستوى السنسوري بقى، يعني هي الريسك كاتيجوري ده بنعمله على مستوى السنسوري، وبرضو احنا قلنا فيه سنسوري على مستوى الاعصاب، الاحساس المسؤول عن الاحساس او الموتور الحركيه او الاوتونوميك اللي هي اللا اراديه. السنسوري ده بيحصل فيها loss of sensation، فلما يحصل loss of sensation اللي هي اللي بنسميها البريفرال نيوروباثي، بتاخد ريسك كاتيجوري ايه؟ تعالوا نشوفها. الريسك زيرو ده يعني ده نورمال بلانتر سنسيشن، الاحساس عنده زي الفل وكويس ومفيش اي مشاكل، ده اللي احنا بنتمناه في كل المرضى بتوعنا الدايبيتك بيشن، وده بيبقى له ريسك. جاست ان هو يخش في ريسك كاتيجوري 1 لما بيحصل لوس اوف بروتكتيف سنسيشن. بروتكتيف سنسيشن اللي هي الاحساسات الواقيه، يبدا بيعرفه بايه؟ بحاجه اسمها المونوفيلمنت تيست، وهوريكم الجهاز بتاعه اللي بيستخدم، ظريف وسهل وبسيط وممكن احنا نستخدمه بنفسنا مفيش اي مشاكل. مونوفيلمنت تيست مجرد اللي هو ما يحسش في منطقتين مثلا من ثلاثه او من اربع مناطق المونوفيلمنت ده، يبقى هو في ريسك كاتيجوري 1. تمام. حصل معاهم حاجه ثانيه زي الهاي بريشر او البوست كوليشن، يعني بيحصل معاها حاجات بيضاف ليها مشاكل في الدوره الدمويه الطرفيه، التهابات ونيكوميكوزيس، دي التهابات على مستوى الاظافر، على مستوى السيركوليشن الطرفيه اللي هي الدوره الدمويه الطرفيه، معاها الحاجات دي كلها يبقى هيخش في ريسك كاتيجوري 2. طب نكشف عليها ازاي؟ هنعرف نعرف السيركوليشن ديت او البور بريفرال سيركوليشن المطلوب منا ايه، او نوجه المريض بتاعنا على ايه عشان الدنيا تبقى ماشيه كويس ان شاء الله. الفيري هاي ريسك بقى لو عنده هيستوري ألسر، يعني معاه الحاجات دي كلها ومعاه بقى ده انا كان عنده ألسر من سنه مثلا وتعالجت الحمد لله بس ايه خدت وقت طويل، او امبيوتيشن لاي حاجه، اي جزء مثلا صباع او جوينت، او على حسب الامبيوتيشن الليفل اللي هو تم فيه الامبيوتيشن. حصل نيوروباثيك فراكشر، يعني ايه فراكشر؟ يعني اسمها كسور نتيجه ان هو مش حاسس برجله، ممكن لانه مش حاسس برجليه تتخبط ويحصل كسر فيها. ومشكله معاه لما بيحصل كسر يحصل التئام، الالتئام دوت بيبقى التئام مش صح، مش سليم، مش صحيح، فبيعمل الديفورميتي اللي احنا بنشوفها في اللي بنسميها شاركو جوي. تمام. طيب على مستوى الموتور، الموتور ده بيدي ايه؟ احنا قلنا بالمناسبه ان احنا بنستخدم حاجتين، المونوفيلمنت وبنستخدم التيونينج فورك اللي احنا الشوكه الهزازه او الرنانه اللي احنا عارفينها كلنا. تمام. دي عشان نشوف السنسوري نيوروباثي. البريفرال نيوروباثي على مستوى الموتور نيوروباثي بيعمل ايه كمان؟ ممكن افكت بقى السمول ماسلز اوف فوت اللي هي الـ 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 العضلات الدقيقه الصغيره اللي موجوده ايه ما بين في القدم نفسها. الاعصاب اللي بتسقيها بيحصلها دينيرفيشن، وكلمه دينيرفيشن دي كلمه يعني سبحان الله اللي اختارها دينيرفيشن، اكنها تعرت، يعني اتعرت بالظبط، دينيرفيتد، شلت منها النيرف. فتخيلوا شوفوا الصوره دي، دوت نيرف نورمال، ده عصب سليم زي الفل، والبلاد فيزلز اللي حواليها سليمه، ده في الانسان الكويس او الدايبيتك بيشنت وكنترول ممكن يكون حلو كده. هنا بقى يبدا الديزيز بلاد فيزلز، وهنا يحصل النيرف شرف اللي بيبقى اكنه دينيرفيتد، ده اللي هو اللي بيحصل مع او احد الاسباب للموتور نيوروباثي. طبعا لما يبقى العضلات اللي هي مسؤوله عن القدم نفسها واخده الوزن كله يحصل فيها المشاكل دي كلها، زائد الاحساس مفقود، ما فيش احساس، اي تروما، اي خبطه، اي يعني ووند يحصل له، البيشنس ما بيبقاش اورينتد بيه، ما بيبقاش اورينتد بيه الا امتى؟ الا ما يبقى مثلا في مشكله في المشي معاه، بدأ يدوس على حاجة فتخلي زي مثلا ان هو ليمبج، يعني يعمل زي كأنه بيعرج. تمام. طيب برضو اخد بالي من اي حاجة موجودة في القدم زي الكيلس الالسريشن، احنا قلنا الكلام ده واللي ممكن يحصل عليها انفكشن.
التالت حاجة مهمة قوي في النيوروباسي عموما للمريض بتاع مريض السكر، ديت بعيدة شوية عن الدايبيتك فود، لكن هو المريض بيشتكي منها، ممكن يشتكي منه على مستوى ايه؟ احنا كلمة اوتونوميك نيوروباسي يعني اعتلال الأعصاب اللا إرادية، لا إرادية، اللي هي بتسألنا الانترنال اورجان كلها، الهارت، القلب، الرئة مثلا، الجي اي تي المسؤولة عن الكلى والجينيتوري والجهاز البولي والجهاز التناسلي، مسؤولة عن العرق، مسؤولة عن الإحساس بالحر، مسؤولة عن اللي برضو مسؤولة عن البيوبل نفسها اللي هي الحدقة والقصحية. تمام؟ طيب نرجع تاني لموضوع الدايبيتك فود. الدايبيتك فود البيشنس دوت ممكن يجي يشتكي من ايه؟ او انا اشوفه في اي صوره من الصور، ممكن اشوفه في صوره انه يجي يشتكي جاست ان في نمبنس او تنجلينج في الفيت. يعني ايه نمبنس؟ يعني يقول لي في تنميل، في خذلان، او يشتكي من احساس حرقان، يقول في نار في رجليه، ما يقدرش يتغطى، ما يقدرش يبقى كفرد رجليه اثناء النوم، ما يعرفش ينام اصلا من كتر البين والبرنينج سنسيشن الموجوده في الفيت بتاعته، بين اثناء المشي والموكينج، والبين ده يخليه يعمل ليميتد للموبيليتي، يعني الحركه بتاعته ليميتد، ما يقدرش يبدا يقعد في البيت، ما يعرفش ينزل زي زمان، او لو هو ماشي يبدا يعرج يكسف بقى من مشيته والكلام ده. فدوت كله من العلامات اللي بتدل على ان البيشنت ده دخل في نيوروباسي. طبعا احنا مش عايزينه يوصل لهذا الديجري، لان الديجري دي بتبقى في الغالب بعديها على طول ممكن يحصل ألسريشن اللي هي التقرحات، او الشاركوت جوينت، او الانفكشن، او اللي احنا الكومبليكيشن اللي احنا بنشوفها والمضاعفات اللي احنا بنشوفها. برضو من الحاجات اللي احنا مهمة اسأل البيشنس او هو بيجي يشتكي لي منها احساس رجليه ساقعة او رجليه سخنة اللي هي التمبريتشر. ده اللي انا بقول لكم عليه يا جماعة وسهل جدا ممكن نتعلمه، اللي هو اسمه المونو فيلمنت تيست. مونو فيلمنت يعني شعيرة دقيقة جدا صغيرة رفيعة، ديت هوريها لكم ليها شكل تاني، ممكن تكون في جهاز بالشكل ده، هي شعرة صغننة جدا بلاستيك. تمام؟ الوزن البريشر بتاعها 10 جرام، يعني اكني بضغط بما يعادل 10 جرام. حاطط حاجه زي ال 10 جرام، تمام؟ نفس الكلام ادي جهاز اهو برضو دوت اللي مشهور قوي في مصر عندها في الشكل دوت. ودي الاماكن اللي انا بحط واعمل تيست عليها اختبر فيها الاحساس بالمونوفيلمنت ده. تمام؟ ايه الفكره بتاعت المونوفيلمنت؟ نرجع للرسمه دي، المونوفيلمنت ان انا دي كده الاول بحطه كده، بس كده غلط، لازم ادني اعمل بريشر، اتك شويه بصباعي كده لغايه لما السلكه دي تحصل لها تتني بيندنج بالمنظر ده، كده انا عملت البريشر المطلوب. طبعا في البدايه خالص ان انا البيشنس بتاعي بعرف اعملها له او بستاذنه ان انا اعملها له في مكان يكون الاحساس فيه كويس، زي عند الاسترنم هنا على عظمه القص، او ممكن على وجهه مثلا اقول له حاسس دي؟ يقول لي اه. حاسس الضغطه دي؟ بنفس بالطريقه دي، يقول لي اه. قلت له طيب اجي وخليه غمض عينه او غمض عينيه واحط في الاماكن اللي انتم شايفينها دي يا جماعه، واعمل كومبير، لازم اعمل كومبير بين الرايت وبين الليفت، وهو مغمض عينيه حاسس الاحساس كويس، يبقى خلاص، يبقى البروتكتيف سنسيشن عنده اللي احنا قلنا عليها كويسه الحمد لله، يبقى ده جريد مين؟ زيرو. لو حصل لوس في البروتكتيف سنسيشن ده يبقى ده جريد 1، دخل في جريد 1. تمام؟ برضو من مهم جدا ان انا اشوف التمبريتشر بتاعه السنسيشن دوت، اجهزه بس اعتقدش انها يعني موجوده عند كل الناس، يشوف بيدي تمبريتشر معينه، درجه التمبريتشر، ونشوفه حاسسها ولا لا. برضو بعمل له أسئلة زي كوتشينير كده على البين، الألم، الألم، طبيعة الألم اللي انت بتحس بيه ده ايه؟ هل انت حاسس الألم زي الشكشكة، زي الدبابيس؟ هياخد، لو قال لي ايوة هيقول واحد، اديله واحد، لو قال لا ياخد زيرو. ديت ذا بين فيل هوت او بيرن، يعني الاحساس اللي انت بتحسه في الالم شبه السخونيه ولا الحرقان، على حسب الاجابه بتاعته هياخد الدرجه. اجمع له الدرجات وعلى حسب الدرجات ما بتحصل. بس ايه الاسئله؟ تعالوا نراجعها مع بعض كده. يعني هساله على التنميل،
اللي هي الفيل نبض. اساله برضو على هل بيحس زي كهرباء في رجليه، حرقان في رجليه. هساله برضو على في مشكله معاه لما بيبقى لابس الشراب، يحس بالم وهو متغطي بالبطانيه او بالكفر وهو نايم بالليل، في مشكله في الاحساس معاه. كل الاسئله دي انا بجمعها تمام وبديله الدرجات بتاعتها. في سؤال برضو هنا البين ليميتد تو يور جوينت، يعني هل هو ليميت الجوينت واحد بس، فبديله ماينس 1 على حسب السكور اللي بيطلع. بقدر اقول البيشنت ده ياخد ايه، يعني مثلا 4 و5 ده هاي كونسيدر نيورولوجي. نيورولوجي يعني الم شديد جدا بسبب الالتهاب او الاعتلال الاعصاب للمريض السكر. كونسيدر نيورولوجيا لو من 2 ل 3 من 1 يبقى نوت اول اكسكلود نيورولوجيا، يعني دوت مش اكسكلود، لازم يبقى يا اما زيرو يا اما بقى واخد درجات اعلى. برضو من التستات الظريفه وهو سهل ان هو يتعمل برضو، يعني احنا ممكن كمجموعه تمريض تعمله اللي هو بتيولينج فورك، احنا بتبقى اسمها 128 ده الرقم بتاعها، بنخبطها على بطريقه معينه، اعرف اخبطها ازاي بحيث ان هي تعمل زنه، واجربها له الاول برضو على مكان يكون الاحساس فيه كويس، بوني بروبنان يا اما على الاسترنم يا اما على الفور هيد هنا، وبعدين حاسسها يقول لي اه حاسس، طب امسكها ها كده حاسس ايه، هي وقفت الزنه دي، الزنه اللي هي بتعملها وقفت. الكلام ممكن اعمله بقى في نفس الاماكن بالنسبه للبوني برومينانس، مش الاماكن بتاعه المونوفيلمنت، لا اماكن بوني برومينانس يعني عند الفود هنا، البيج فود هنا، او مثلا المانيولاي، ممكن على لو الاحساس هنا حاسه خلاص مش حاسس اخش على العظمه اللي هنا دي، احطها على العظمه اللي هنا دي، مش حاسس اوصل على فوق شويه عند الركبه تمام دوت، عشان اشوف الديجري بتاعت النيوروباسي واصل لغايه فين. بلاش، في طريقه تانية عن طريق الالكتريكال، هيعمل نفس برضو الفايبريشن ده، اسمه فايبريشن بريشر تيست، بس بيعتمد على بيدي فولت معين، كهرباء معينه كده، يدي زي الاحساس بتاع الزنه اللي هي بتعملها التيورينج فورك، بيبدا ب 8 امبير ويبدا يعلي. النورمال تحت ال 15، لو ما وصلش ال 15، لو وصل من 16 ل 24 معناها ان هو البيشنس ده انترميديت ريسك، يعني ممكن يجي له ريسك ان هو يخش في النيوروباثي والالسريشن والكلام ده. اعلى من كده لا، ده هو هاي ريسك ليه ان هو يحصل له نيوروباثيك السريشن او التقرحات نتيجه اعتلال الاعصاب لمريض السكر. برضو من التستات الظريفه دوت، بس دوت بيبقى عايز ايه، تدريب كويس قوي عشان نعرف نعمله، اللي هو بالانكل ريفلكس بالهامر يعني بالشاكوش. احنا اتكلمنا كده على الانواع البريفرال نيوروباسي، لو هنراجعها تاني مع بعض، هي السنسوري والموتور والاوتونوميك. طب في حاجه اسمها بريفرال ارتيريال ديزيز، برضو مهمه قوي ان انا البيشنت بتاعي يعرف يكتشفها مع نفسه، وبرضه لما يجي انا وانا بكشف عليه التمريض اللي معايا يبقى عنده وعي يسال المريض عليه والشكوى بتيجي ازاي. البريفرال ارتيريال ديزيز ديت بتاثر على الدوره الدمويه الطرفيه لانها الشرايين اللي بتسقي اللور لمب كلها والفوت، فطبعا اي تغير فيها بيبدا او انسداد فيها يبدا المريض يشتكي. ممكن اول حاجه انترميتد كلوديكيشن، يعني ايه كلوديكيشن؟ اللي هو يبدا يمشي شويه، الم في رجله رهيب وعضلاته ما يقدرش يكمل المشوار، يستريح لما يبدا يقعد يفرد رجليه او يثني نفسه بيندنج لفورورد. برضه التيست بتاعه يا جماعه سهل وظريف جدا ان انا اتعلمه. هنا زي ما بحط ايدي على الريديال بالص عشان احس الريديال بالص، هنا عشان احس الريديال بالص بالثلاث صوابع دول، برضه بحط ايدي في المكان ده في البيج ميتاتارسال جوينت هنا، هو في الانتر سبيس ده ببدا احط صوابعي واحس الدورسالس بيدس ارتري، ده ارتري اللي هو المفروض هحس فيه بلس بالظبط زي بلس بتاع راديال، ده معناه انتكت سليم وزي الفل. تاني حاجه المكان التاني اللي هو بيشاور عليه هنا، سوري انا بشاور بايديا هنا، دوت ده اللي هو الدورسالس بيدس، اللي هنا دوت اللي هو البوستير تيبيال تمام. الاثنين ارتي دول او الشريانين دول مهمين جدا لانهم هم مسؤولين اللي بيغذوا القدم، بيغذوا القدم، فان انا احس بلسيشن هنا ده مهم،
يبقى ده انتكت، احس بالسيشن هنا ده انتكت، ده مهم. تمام. برضو في تيست تاني اسمه انكل بريكيال اندكس، ودوت اكني بقيس السيستوليك بلاد بريشر تحت في المكان ده زي ما هو حاطط كده، اشوف السيستول عنده على كام، واقارنه بالسيستول بلاد بريشر اللي موجود في الابر ارم، اقيس له هنا وهنا. ده جهاز زي السونار كده بالظبط، بحطه وبيبدا اعمل ارفع البلاد بريشر واشوف السيستول هيجي على كام، يلقطه على طول. تمام. الرقم اقسم ده على ده، المفروض يدي لي اندكس، عشان كده هو اسمه انكل بريكيال اندكس، بيديني اندكس. الاندكس ده المفروض يعني بين التسعة من عشرة الواحد، يبدا يقل عن كده معناها ايه؟ معناها ان حصل انسداد في اللور ليمب ارتريال بلاد سبلاي اللي هي المسؤوله عن تغذيه اللور ليمب، وبالتالي ده معناها ان في اسكيميا بقى او مشاكل، ان هو دخل في دايابيتك فود على ناحيه البريفرال فاسكولار ديزيز او مشاكل الشرايين للقدم. طيب هنا ده لما بنتكلم على شكل الديفورميتي اللي بتحصل في الفوت نتيجه الشارك جوينت او البريشر او البريفرال نيوروباثي مع الضغط على القدم والتروما، ما دي الضغط دوت بيعتبر تروما. تروما يعني ايه؟ صدمات للعضل، اكني بصد الوزن كله متشال على القدم، القدم فقد الاحساس، وعلى مستوى السنسوري وعلى مستوى الموتور، الموتور اللي هي العضلات اللي هي مسؤوله عن ما بين الاصابع، فبدا يحصل ديفورميتي. الديفورميتي ده الاقي الارش ده بدا يعلى بالمنظر ده، وزياده الميتا تارسال هيد بريشر، يعني ايه؟ العظمه اللي هنا دي المسؤوله دي وخصوصا بتاعت البيك تو او الصباع الكبير تبدا تنزل، هي البريشر كله بتاع البادي او بتاع البادي ويت كله نازل عليه، الوزن بتاع الجسم بتاع المريض كله نازل على الحته دي، تبقى لايبل لتروما لالسريشن للمشاكل اللي بتحصل فيها. ده زائد كمان ايه؟ زياده الديستال تو بريشر هنا والمشاكل اللي بتحصل في التو البيك تو ده او الصباع الكبير، يبدا يحصل فيه انعواج اللي احنا قلنا عليه، يبقى عامل زي مخلب الطائر الجارح اللي هو يبقى يتعوج كده. دي كلها ممكن شكل من الاشكال اللي اشوف بيها الشارك جوينت او الدايبيتك فوت. اي الاقي فيه اديمه بالمنظر ده برضو من ضمن الحاجات. عيني على الاظافر يا جماعه، النيل بتاعه الفوت مهمه جدا على عشان حاجه اسمها الاونيكومايكوزيس اللي هي الفطريات اللي بتصيب الاظافر، دي من الحاجات اللي بتزود الريسك، يعني لو هي موجوده مع اللوس اوف سنسوري بروتكشن او البروتكتيف سنسيشن اللي احنا قلناها كانت كلاس 1، مجرد ما الاقي اونيكومايكوزيس معاها زي كده يبقى ده خلي على طول في ريسك 2، يعني اي انفكشن هنا بتدخله في ريسك 2. فالمهم ان انا افحص قدم المريض بتاعي بعنايه، واكني ماسكه ميكروسكوب كده وشايف، لو انا عندي مشكله او هو عنده مشكله في النظر ما يكونش حاجه، اجيب العدسه المكبره دي وابص على كل حاجه بتفاصيلها. الكاركود ديفورميتي ده لاترال فيو، يعني منظر من الجنب كده اهي، شايفين النيل ده الضافر ده باين عامل ازاي؟ يا رب يكون باين اهو هنا باين. انا طبعا جايبه لكم بعض الصور بالابيض والاسود لان الصور بالالوان فظيعه. الديفورميتي في البون، شايفين البون بقى عامل ازاي؟ كله بقى حصل ديفورميتي. ده منظر الشارك جوينت. طبعا القدم دي فين؟ مش هيقدر يمشي عليها، فليها بروتكشن معين بقى، او نبدا نعمل بتتفصل له شوز معين ينفع يلبسه حمايه ليه. طيب يمكن ديت كلام ايه على الستيجز دي اللي احنا قلناها تقريبا كلها معظمها. ده الاكس راي بتاع الشاركوت جوينت، شايفين التشينج ده بعد خالص، الويت بتاعه مش هيجي في مكانه، الويت بتاعنا بيجي ده المفروض الخط ده هو اللي على الارض، ده الانجل دي شايفين في انجل بقت عامله ازاي، بقت اكيوت انجل، الهيل نفسه عمل اكيوت انجل مع وهو واقف، فطبعا دي من الحاجات اللي بتعمل بريشر، بتخلي الشكل الفوت بقى حاجه تانية خالص، ما يستحملش البريشر الطبيعي اللي هو ربنا سبحانه وتعالى خالق الفوت ليها. فالتغير ده هو اللي بيبقى ايه؟ بيبقى بدايه السكه اللي ما حدش يحب يعني ايه يشوفها. طبعا دي اللي هو الوير ممكن يتفصلوا ويلبسوا يحفظوا شويه من البريشر،
يعني دواء طبعا بيبقى سوفت بطريقه معينه، ملفوف بطريقه معينه، يحافظ عليه ان هو البريشر بتاعه ما يبقاش موجود على البول ده. لو ما نفعش دوت وما تعالجش فيه، لو هو ايرلي في البدايه خالص طبعا بيبقى سيرجري، لكن انا ببدا في الاول خالص ان انا انصح مريض السكر، قلنا شوز طبي، شوز طبي، ما يلبسش اي حاجه تانية. السليبرز ديت لا بلاش يا جماعه، بتقع من رجله وبيتعور وبتخبط في رجل ترابيزه في اي حاجه وهو ماشي في البيت، حتى في جوه شقته يلبس شوز كامل مقفول زي ده، ما يجراش حاجه، يقوم من النوم يلبس شرابه وشوز ويمشي في بيته، بيتوضى عايز يتوضى يتوضى فوق الشراب، مفيش مشاكل، يعني احنا الدين سامح مفيش مشاكل. البيشنت اديوكيشن مهم جدا، ان انا برضو امنع ده اخر حاجه، لو ما نفعش طبعا في حاجه سيرجري ودوت في الاخر خالص يبقى مع دكتور الجراحه. برضو من ضمن الحاجات اللي انا عيني عليها وادور عليها وامسك رجلين المريضه اقعد اقلب فيها كده من جميع الجهات، ادور على اي ألسر زي كده. شايفين السكين هنا دراي ازاي؟ يعني البيشنس طبعا ده الهايجين بتاعه مش مهتم برجله خالص، وصلها لدرجه وحشه قوي، فاحنا ما بنحبش نشوف الكلام ده. ده كمان لو لاحظنا هنلاقي هنا بتوين النيل هنا في فانجل انفكشن، بتوين النيل بتوين الفينجرز نفسها في فانجل انفكشن. برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن نشوفها في الالسر، في الدايبيتك الالسر، يعني في بعض الناس بيعلموها وياخدوا كورسات فيها ويبقوا شاطرين فيها، الدكتور والنيرس بيساعدوا بعض الاثنين مع بعض ان يحصل يعمل ديبريدمنت للكيلس نفسها، يشيل اي كيلس موجوده. ده طبعا عن طريق فريق طبي، ما ينفعش المريض يعمله نفسه، ما ينفعش يعمل نفسه ان هو جراح ويجيب هو مشرط ولا يجيب حاجه حاده ويبدا يقص ويعمل، بيدخل نفسه في مشاكل ما يعني ما يعلم اخرتها الا الله سبحانه وتعالى. تمام. برضو الالسر اندر كيلس مهمه جدا ان انا اشوف الالسر اندر كيلس، الباك سايد بتاع الكيلس افتر ديبريدمنت ديت، يعني دوت بعد ما اتشالت، دي بعد ما اتشالت هنا كان في الكيلس وده ثابت السر بعد ما اتشالت، تمام، وهي بعد ما اتشالت بقت كده، دي فوت السر برضو بنشوفها زي ما احنا شايفينها، ليها كاركتر معينه مع الدايبيتك فود انها بتبقى مش مؤلمه، ما هو كده كده مش ضربت الفوت مش حاسس اصلا بينلس، يعني ممكن اقعد انضف له فيها بتاعه وبتاع وهو مش حاسس، وممكن هو برضه يعمل فزلوك ويقعد سوري في اللفظ، يعني ان هو يبدا يقص فيها ويعمل مشاكل، وممكن يوصل للمصل اللي جوه او حاجه، فهو ما يعملش نفسه حاجه، لانها ده كلها اندر رول واندر المختصين بالدايبيتك فود، تمام، اللي هو يعمل ايه؟ ينظف وممكن يجيب بليدنج، يعني نخلي يعني الدكتور هو يعني السيرجون هو بيشتغل او اللي هم الدايبيتك فود سيستم او المسؤولين عليه بيبقى يبدا يمسك الكلام دوت ويبدا يعمل ديبريدمنت ليها بطريقه ظريفه جدا، بحيث ان هو ما يخشش على او يعمل انكروشمنت على على التيشو لايف، تمام؟ دي حاجه، دي مهمه جدا. الحاجه الثانيه ان البليدنج اللي هو ممكن يعمله الدكتور واثناء اللي احنا بنعمله احنا بالتنظيف، يعني بيبقى الغرض منه ان انا اعمل ابسرايزيشن. يعني ايه ابسرايزيشن؟ يعني يتكون خلايا جديده تبدا تنمو، تحسين الدوره شويه، اوصل لها دوره، هي الدوره الدمويه هنا مش وصلها فاحنا بنحسنها. الكلام ده مهم جدا علشان اثناء التعامل معاها. مهم جدا ان انا اعمل انسبكشن، واحنا قلنا الانسبكشن ده مهم، ان انا ابص على الفود بتاع ماي بيشنتس كويس، ان انا ابص هل في نيرف دامج من الدايبيتس، لان كان ممكن يعمل نمس او اي مشاكل زي البونيو اللي احنا بنسميها الالتهابات اللي هي في على مستوى المفاصل، او في كراكلز هنا في الفيت او سورس او اي التهابات في الجلد، في تشينج في السكند تو هنا او الصباع الثاني بدا يحصل في الهامر تو اللي احنا ممكن يحصل في اي صباع من الاصابع القدم، بدا يتغير شكله، شكل اللي هو ديفورميتي ده برضو عيني عليه. دي برضو منظر لدايبيتك فوت، منظر ما نحبش نشوفه، والمنظر دوت الغريب ان كنت يعني شفت زيه بالظبط
هو ده مش الصوره بتاعتي انا، يعني شفت المنظر اخوه بالظبط، كان بيشنتس دايابيتك والشوز بتاعه مسمار من الشوز عوره وما خدش باله. الانفكشن وصلت للدورسه، يعني هي جايه من البلانتر، وصلت للدورسه اوف ذا فوت هنا، وبقى بالمنظر ده فعلا اضطر نعمل ديبريدمنت بالمنظر ده ونشيل جزء كبير من السكان، وممكن احيانا بيحتاجوا بلاستيك سيرجري او الجهاز ده. الجهاز ده ظريف برضو، بس ده هو طبعا مع جراحه الفاسكولار سيرجري بيبقى ممكن يحطوا حاجه اسمها فيكم، فيكم كده يعني ايه، بيشفط الهواء من حوالين الجرح، فيكم ذا اسيست كلوجر يونت، هو ده الجهاز، دي فكرته برضو. ممكن بيستخدموه الفاسكولار سيرجري اللي هم المسؤولين على، او بلاستيك سيرجري لما يبقى المشكله كبيره عشان تساعد في الهيلينج. ايه اللي مطلوب من النيرس عشان مع مريض البيشنت؟ احنا خدنا معلومات وفهمنا الدنيا ماشيه ازاي عشان لما اجي اكلم مع مريض البيشنس ابقى يعني هامي عليه قوي قوي، ابقى فاهمه ان انا عايزه اقوله ده لمصلحته عشان يبقى دي صحته هيتسال عليها. فمهم جدا ان انا ابقى كير مع البيشنس، ان انا الغرض الاساسي امنع المناظر اللي احنا شفناها دي كلها. فطبعا اعلمه او وافهمه ونقعد معاه، يقعد ازاي، انا نقف ونشوف نعمل فود اكزامينيشن كويس جدا بالنسبه لي، تمام. ادور على الحاجات دي، هل في جروح، في تقيحات، في اي حمار في رجليه، سويلنج يعني في زي انتفاخات او اديمه، ابص على الاظافر برضو مهمه، استخدم مرايه، هو يستخدم مرايه، يعني انا اقول للبيشنت استخدم مرايه، يعني لازم المريض بتاعي يكون واعي للنقطه دي جدا. معظم المرضى، ما احنا قلنا الدايابيتيك كومبليكيشن منها ريتينوباثي، يعني مشاكل على مستوى الرؤيه معاه اصلا، فعشان يقدر يشوف رجليه بوضوح وتبقى كويس لازم يبقى معاه ميرور كبيره اللي هي الماجنيفايد ميرور زي كده، تقدر تكبر له شويه رجليه ويشوف كل حاجه بوضوح ويشوفها من جميع الجوانب، تمام. برضو من الحاجات المهمه ازاي يعمل باس، يعمل يعني باس للفوت نفسه، يجهزه بسوفت ووش كده مثلا، شامبو، صابون ناعم، دوف، الحاجات الحلوه دي الناعمه دي، يهتم برجليه، يدلع رجليه زي ما احنا بنقول، ما نخلي المريض بتاعنا يدلع نفسه ان هو يعمل حمام لرجليه ويخليها دايما ما فيهاش اي تشققات، الجلد الميت ده يبدا يشيله برفق خالص بحاجات بسيطه عشان ما يجرحش نفسه، فده مهم طبعا. برضو ان هو لما يجي ينشف رجليه بطريقه كويسه وينشف بين الاصابع حلو، لازم اعرفه برضو ان هو يستخدم كريمات، لازم يستخدم كريم، الكريم اللي هيستخدمه هو يدهنه ما يحطش ما بين الاصابع كريم، لكن هيحط فين؟ على السول نفسه وعلى الهيل، الحتت اللي هي بتبقى دايما ناشفه، لكن ما احطش ما بين الاصابع بتوين توز، ليه؟ عشان ممكن يساعد الفانجر انفكشن انها تتكون. ممكن يستخدم البودر بتاعت البيبي مثلا، بتاعت الاطفال، او الانتي فانجل، ممكن يستخدمها قبل ما يلبس الشراب بتاعه، ينشف رجله كويس ويستخدم البودره ويرش عليها، تمام. ايه تاني؟ يبقى اعلمه ان هو يبص على بين صوابعه عشان لو في اي فانجل انفكشن، فانجل انفكشن يعني بتعمل ابريجنس كده في السكين، يعني ايه ابريجنس في السكين؟ يعني تبدا تعمل جروح في السكين بسيطه احنا ممكن ما نشوفهاش وهو ما بيحسش بيها، لكن دي بتبقى ممكن تخش بكتيريال انفكشن بقى، يعني بكتيريال اون فانجل انفكشن، وتبقى بدايه السكه للدايابيتيك فود. علمه ان هو مش دكتور ما يعملش فيها ناصح ويجيب المشرط ويشيل الكلو اللي عنده او الكيلس او التكيسات اللي بتحصل او اي جلد زياده او جلد ميت، ما يحاولش هو يشيله بنفسه، او اللي هو ما بيعرفش يقص ضوافره ما يقصهاش هو بنفسه، حد يقصها له من اولاده مثلا او حد من المهتم بيه. برضو لازم ان يعمل زياره للانكل سيرجون او اللي هو المختصين بجراحات القدمين او اللي لهم علاقه بجراحه القدم السكري، مهم جدا. لو انا شكيت ان في مشكله برضو ممكن يبقى على اتصال بالفاسكولار سيرجون اللي هم المسؤولين على الدوره الدمويه والكلام ده.
طيب برضو لازم وير كلين دراي السوكس بتاعته اللي هي الشرابات لازم تكون كلين ودراي وتكون مخصوصه له، لان بيبقى مخصوصين ليه، بيتباع مخصوص لمريض السكر شراب لمريض السكر، بيكون الشراب قطن عشان يقدر يتشرب العرق، لان هو ممكن بيبقى نتيجه الالتهابات الاعصاب اللي بتحصل مع اللي احنا سميناها اللي هي اوتونوميك نيوروباسي اللا ارادي، يعني ممكن بيحصل اكسسيف سويتنج او دراينس، فالاكسسيف سويتنج دي مشكله، ممكن يجي يقول انا على طول ايدي ورجليا ميه بتنزل، ده برضو من ضمن الكومبليكيشن اللي بتحصل مع نيوروباسي او الاحتلال الاعصاب مع مريض السكر. فلازم يبقى لابس شراب، والشراب دوت يكون قطن، بيكون اللوح من تحت باد كويس كده اللي هو اكسترا كوشنجون، يعني ايه، يعني بعض اللي هو سميك شويه عشان يستحمل رجليه وما يعملوش اي ضغط او اي حاجه على رجليه، وما يكونش له استك يعلم على رجله، ويكون نو الاستك تاب، ما يبقاش فيه استك، عشان طبعا ممكن يكون فيه اديمه اصلا في رجليه ما يعلمش على رجليه او يمنع السيركوليشن. تمام. في هنا برضو الصوره دي، اعلمه دايما الشوز بتاعه ده لما يروح مشوار بره في الشارع ويرجع يبدا ينظفه كده، لان ممكن احيانا مش في مكان فيه رمل فيه زلط فيه اي حاجه، ممكن حاجه تخش جوه الشوز بتاعه وتبدا تعمل له، لو هو سابها وما انتبهش ليها يبدا تعمل له مشكله على مستوى القدمين. دايما لابس اي حاجه سليبرز او شوز في البيت او شراب اي حاجه، المهم ما يسيبش رجليه بيرد خالص كده. برضو ستوب سموكينج مهم، عشان السموكينج بيزود البريفرال فاسكولار ديزيز او المشاكل الدوره الدمويه الطرفيه، بيأثر عليها جدا، ممكن يعمل انسداد فيها كمان لو سكر مع السموكينج، الاثنين هاي ريسك. دايما اظبط سكر لازم، وده المين ايم ان جاست ان البيشنس بتاعي دايجنوز بدايابيتس ان احاول اخليه كنترول. الزياره الدوريه لو هو محتاج للدكتور جراحه، لو هو محتاج لاي حاجه تدخل جراحي. تمام. برضو الصوره دي ظريفه جدا موجوده من على الانترناشنال دايابيتس فيدريشن، بيتكلم فيها على كل ما له علاقه بالسكر، ممكن نحطها على المكتب بتاعنا، انا حاطها بالعربي او اعملها لكم بالعربي، بس ايه هي سهله ممكن، يعني لان هي بعمل دايابيتك فود سكرين لازم عن طريق المونوفيلمنت اللي هي الجزء ده، برضو بقيس التست السنسيشن اللي احنا اتكلمنا عليه، الموتور نيوروباسي لازم نعرف اذا كان في موجود ولا لا، موتور نيوروباسي اللي هو بيأثر على الاعتلال للحركه، بيأثر على العضلات بتاعه القدم ويدخلها في شارك جوينت، فلازم نعرف ان احنا نعمل اكزامينيشن ليها، الفايبريشن اللي هو الشوكه الرنانه، اسس البيدال بالص اللي هو الدورساليس بيدس اللي احنا قلنا عليه، الدوره الدمويه الطرفيه عن طريق الشريانين اللي احنا نحس النبض فيهم مهم جدا. برضو ابص على الاظافر، ابص على الفوت وير اللي هو الشوز بتاعه اللي هو لابسه، طمن وهو برضو يبص عليه. فوت كير لازم، فوت كير ده مهم، ده بند لوحده كده، لازم اي دايابيتك بيشنت اقعد معاه واكلمه هاو تو ميك فوت كير. الرينج اوف موشن بتاعته لازم اكلمه على الحركه بتاعته فيها مشكله، يعني بالنسبه للطلوع للنزول الجيت بتاعته اللي احنا قلناها، كل الحاجات دي مهمه. برضو الاستراكشر بتاع الفود لازم ابص على الاستراكشر، فيه تغير في التركيبه بتاعه القدم ولا لا نتيجه اي ديفورميتي او تشوه في العظم نتيجه اللي بيحصل مع الشاركوت جوينت. الرياضة 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 دايما نقول لازم يمارس الإنسان طالما حلو كده يمارس إيه رياضة لغاية لما إيه الأمور تبقى زي الفل مع البيشنت الدايبيتك. الكلام اللي أنا قلته دوت يا جماعة جاي من الأمريكان كوليج أوف فوت أند أنكل سيرجونز، منزل حاجة اسمها فوت هيلث فاكس، دوت السورس بتاعتي. أند ثانك يو. يعني يمكن اللاست وورد اللي انا عايزه اقولها، بي بيشنت ويز يور بيشنت، او يعني هي ديزيرف
to be patient with him. And thank you.